بحث وزير البترول طارق الملا مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي الترتيبات للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي سيعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في 10 من يوليو القادم على مدار يومين. وخلال اللقاء أكد الملا على أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي وتأمين إمدادات الطاقة. من جانبه وجه السفير الياباني الدعوة للوزير للمشاركة في الجلسة الوزارية للمنتدى مؤكدا أنه سيعقد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. في أسواق البترول العالمية واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على الرغم من ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 81 دولار و91 سنت للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% يصل إلى 78 دولار و5 من المئة سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى $2.31 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.7% لتسجل $2.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر العام الجاري 2024 إلى 4.2% مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي الذي حفزته الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات في إشارة إلى اتفاقية رأس الحكمة. كما رجح البنك في آخر تحديث لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.8% سيكون في عام 2024 و 4.7% في عام 2025.